ضيفتنا في هذه الفقرة كاتبة تعشق الوطن، في رصيدها الأدبي 4 كتب لم تكتب إلا لحب الوطن. رحبوا معي بضيفتنا ليلى يوسف. يا هلا ومرحبا فيك ليلى. هلا فيش، مساء الخير ومساء الحب لأرض الجمال، أرض الخير، الكويت. حياك الله. ولكن انا حبيت اني ابلش اللقاء معك في احدى خلينا نقول الخواطر اللي انت كاتبتهم في كتابك، قيثارة الحب. هي كالقيثارة حين تعزفها النجوم ويصفق لها القمر، الكويت لحن جميل كالفجر حين يسبقه الليل. قيثارة الحب من اول اصدار لك الكويت زهرة القلب. يمكن قبل ان نتكلم عن هذا الاصدار حبيت ان لك يعني كتابات مختلفة عن جميع الكتاب اللي احنا يمكن قابلناهم في برنامج رايكم شباب او نشوفهم في معرض الكتاب سواء عندنا في الكويت او الخليج والوطن العربي. ليش اخترتي ان تكون كتاباتك عن حب الوطن؟ الكويت تستحق اجمل كلمات واحلى الكلمات، وانا من صغري اشك الوطن وعشق الكويت، وانا من صغري ارسم والون اعلام الكويت حتى انقش اسم الكويت على كتبي المدرسية وكشاكيلي. ووالدي رحمة الله عليه على طول يتكلم عن حب الوطن، عن حكام الكويت، عن عادات الكويت، تقاليد الكويت، بحر الكويت، جو الكويت، فعزز هالروح فينا وحبب الوطن فينا. يعطيك العافية ليلى. عندك يعني في رصيدك الأدبي 4 كتب كلها عن حب الوطن، يعني لو بنتكلم طريقة كتاباتك لحب الوطن، هل هي غزل أو رثاء؟ شنو نوعية الكتابات؟ الكويت حالة غزل بحد ذاتها. جمال الكويت، أرض الكويت، حر الكويت، برد الكويت، أرض الكويت، كلها تخليك تكتبين عن تتغزلين عن هالوطن الجميل. فكلمات الحب والعشق تزيدني من أشوف جمال الكويت، تزيدني كتابة عن الكويت. فالكويت تستحق صراحة كلمات العشق والجمال، وهي الأولى في كتاباتي، ويكفيني فخرا أني أكتب للكويت فقط. أكيد وإحنا فخورين أكيد بوجود يعني أن أنت تعبرين عن أحاسيسي، ممكن أن الشعب الكويتي ما يقدر يعبر عنها، أنت بلسانك ممكن أنت تقدرين تعبرين عنهم. أكيد، يمكن مثل ما قالت الكويت الوطن يحتاج منا إحنا نعبر عنه كل يوم، مو بس في فترة معينة ممكن إحنا نعبر عن الوطن. ولكن هل تشوفين هذه مسؤولية أنك أنت تكتبين هذه الكلمات والإصدارات لي خلينا نقول كمية كبيرة في مجتمعنا الكويت أو خارج الكويت يعرفون ثقافتنا في الكويت، مثل ما قلتي البحر و يعني كل شيء عندنا في الكويت يعني نقدر نعبر عن حبه، أم تحتاجين دقة جدا كبيرة في كتاباتك؟ طبعا هي مسؤولية كبيرة، الكتابة فيها تجمع في مفاهيم لغوية صعبة وسهلة، فأنا اخترت المفردات السهلة البسيطة عشان توصل أسرع. والكويت صراحة يعني تستاهل كل الحب والعشق. حطيتي في كتاباتك الكلمات الكويتية القديمة؟ اي نعم، في نعم في كتابي الرابع حطيت كلمات عامية. حلو. او يعني حتى لو اكتب كلمات بسيطه، خواطر بسيطه، ما اقدر اوفي الكويت شويه من جمالها. طبعا مهما نقدم ما نقدر. لي كبير اعطاها لك وايد. يعطيك العافيه ليلى. اجواء يعني الكتابه عن حب الوطن اكيد تختلف عن اجواء الكتابه يعني في مواضيع مختلفه، خلينا نقول مثلا على سبيل المثال الروايات الكلاسيكيه تختلف عن الكتابات الاخرى. شنو اجواء ليلى في الكتابه عن الوطن؟ اول شيء حب الوطن مشاعر واحاسيس حقيقيه صادقه جميله تولد في الشخص. انا لما اكتب لما تشرق شمس الكويت، لما الغيم يغطي سما الكويت، لما المطر ينزل على أرض الكويت، في حالات الفرح والحزن، إن شاء الله ما في حزن على الكويت. آمين. أكتب لأن الكويت هي الروح والحياة والانتماء والحب، هي تعطيني القدرة أني أنا أكتب عن الكويت. ومثل ما قلت يكفيني فخرا أني أكتب للكويت فقط. جزاك الله خير. لكن يعني من شوي قلنا الكويت زهرة القلب أول إصدار لك، وايضا الكتاب ريم خلينا نوري حق المشاهدين صباح الانسانيه جميل. ايضا الاصدار الثاني اللي كاتبتنا ليلى يوسف، ايضا عندك اصدارين الثالث والرابع عندك. عندي الكويت عناقيد العشق. جميلين. ولكن يعني اللي نبي نعرف اليوم 4 اصدارات جميله، ولكن يقولوا لك دائما او خلينا نقول متابعينك ومحبين اصداراتك هذه، لما اصدرتي الكتاب الاول يقولون شنو اللي بتقدمه في الاصدار الثاني دام نفس الموضوع حب الوطن، واصدارها الثالث كذلك والرابع، إلى وين تبين تصلين؟ بصراحة أنا أحب أوصل حق الجيل الحالي والجيل القادم بإذن الله تعالى، فلازم يكون عند الجيل الجديد كمية عشق وحب وغرام لأرضه وللولاء والانتماء وشلون يحافظ عليه. ممتاز. وأتمنى من كل أم، أبو، أخ، أخت، معلم، معلمة، صديق، أن لما يرفع العلم الكويتي يردد النشيد الوطني حتى عيالنا وطلبتنا يحفظون يسمعون النشيد الوطني ويرددونه بعدين. حلو.
وحق كل مواطن عربي يعشق وطنه وحتى يعم السلام والخير، لأن المواطن هو اللي يعني هو اللي يعشق شلون طريقة عشقه للأرض. ممتاز. وأنا الحمد لله من خلال تغريداتي من مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، في مغردين من دول شقيقة يقولوا لي ليلى احنا ما كنا نعرف عن الكويت، ما نعرف شلون أهل الكويت، شنو وضع الكويت، شنو جمال الكويت. لما تكتبين تتغزلين في الكويت جمالها، أميرها، شعبها، حبينا الكويت، حبينا، عرفنا الوطن، وانتي فخر ومثال حق كل عاشق لوطنه. أما ليلى بالنسبة للكتب اللي نبي نوجهها لي، خلينا نقول اللي ما قرأ اليوم كتاب حق ليلى، شنو الاختلاف في الكتب الأربعة؟ هو حب الوطن، هو عشق الوطن، هو الانتماء للوطن، شلون تقدم للوطن، شلون تعطي للوطن، شلون ترد جميلك للوطن. ترى ما راح نقدر نوفي الكويت، يعني الكويت عطائها كبير، يعني حتى لو كتبت وصلت ما أقدر أوفيها حقها بصراحة. بشغلك، بعملك، بدراستك، نقدر شوية نوصل نوفي حقنا حق الكويت علينا. مو بس كذي، همن صباح الإنسانية أنت قاعدة يعني بسمونة قاعدة يعني تقولين كلام جدا جميل، يعني مثل هني لن يكون للإنسانية سوى روح واحدة تشغل المكان وقلب حنون ينبع محبة، هو سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد الإنسانية، يخلي لنا إن شاء الله يا رب وفخر لنا. ليلى أنت اخترتي السوشيال ميديا منبر لأنك أنت تنشرين هذه الكتابات الجميلة عن حب الوطن، شلون كانت أصداء السوشيال ميديا معك؟ والله الحمد لله أصداء جميلة، والسوشيال ميديا اختصر المسافات والسنوات وانتشرت ووصلت كلماتي بسرعة لله الحمد. ممتاز. كونك رئيسة قسم في أحد المدارس عندنا في الكويت، شلون نقدر نوصل رسالة للمدرسات وخلينا نقول اللي قدوة لجميع الطلبة عندنا في الكويت أن يعززون حب الوطن عندهم؟ أول شيء حب الوطن مو بالكلام، بالفعل. إحنا شعب يعشق الوطن، يعشق الأرض، يموت في الأرض، شعب قدم روحه وحياته ودمه فداء للكويت، وأفعالنا الحمد لله يشهد لها العالم من خلال برامج الإذاعية المدرسية، تعزيز الروح الوطنية عند الطالبة، صحيح، والقيم التربوية، والضروري ضروري الاهتمام المعلمة قبل المتعلمة حتى نكون قدوة لهم. أكيد. ومني الكويت الحب كلمات، بداخلي احتفال، مو احتفال بعيدك يا وطن، احتفال بوجودك بحبك على احتفال بوجودك بحبك على خريطة العالم، وجودك على خريطة العالم. لك مني يا وطن حلم ووردة وعطر مثل فرحة طفل بعيد فبراير. يا سلام، صح لسانك، يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعني اليوم يمكن خلينا نقول اتيت لك احد الدول الشقيقه والوطن العربي وشافوك انت مثال لي يعني الكتاب اللي يكتبون لحب وطنهم، وقالوا لك يبون تكتبين عن حب ديرتهم، هل ممكن تألفين كتاب لهم؟ لا. ليش؟ حبي وقلمي للكويت فقط. يا سلام، هذا انتماء جدا كبير. حبي وقلمي للكويت فقط، ما اكتب قلمي ما يكتب للكويت. زين، خلينا نقول يعني من كتاب الى كتاب ثاني كم وقت خذ منك؟ والله كتاب الكويت زهرة القلب 2016 حلو بفبراير، وصباح الإنسانية بسبتمبر 2016، والكويت عناقيد العشق ب 2017 فبراير، ونجمة شواطئ القردية بسبتمبر 2017. حلو، عندك أربع إصدارات إن شاء الله، الخامس جاي بالطريق. هذا راح نسألك عن الخامس، شنو طبيعة الخامس؟ حب الوطن، حب الوطن، عشق الوطن. إذا ما فكرتي يعني مثلا ما شاء الله كتاباتك أكيد مؤثرة عن حب الوطن وممكن توصل للأجيال المقبلة، وباشر ممكن يعني شفتي في حصص العربي نقرأ وايد مثلا عن حب الوطن، وبالأخير نقرأ الكاتب وشون يتغزل في حب الوطن ويكون منهج في المدرسة، ما فكرتي أن أنت تنقلينا في المدرسة مثلا في مناهجهم في اللغة العربية؟ والله أتمنى، يعني إحنا كل ما ندرس نعزز الروح الوطنية عند الطالبة. يعني تحية العلم، خلاص تحية العلم توقفين، تحترمين العلم، تحترمين تحية العلم. يعني إحنا أنا أدرس الصم، يعني حتى بالإشارة، بالإشارة تسوي تحية العلم ومحترمة تحية العلم، محترمة علم الكويتي. يعني حتى وإحنا نردد للنشيد الوطني هي تسويها بالإشارة، شوف شلون حب الوطن عندهم. عندي سؤال ونبي صراحة، منو الأقرب لك من أربع كتب؟ أربعتهم أحبهم صراحة. أكيد واحد قريب وعزيز عليك. الكويت زهرة القلب من أول كتابات. حلو، يعني صريح في إجابتك. زين، خلينا نقول اليوم إذا كنتي في المستقبل راح يكون لك
خلينا نقول ما نبي نقول مسلسل كامل عن يعني اصدارك في هذا، هل ممكن يكون للجزء في احد المسلسلات الكويتيه عندنا ان تحطينهم كتاب يكون موجود اصدارك المسلسل؟ اي نعم اتمنى صراحه. إيه؟ او برامج؟ إيه؟ يعني فكره في هذا الموضوع؟ اي اتمنى عادي، ما في مشكله عندي. حلو ممتاز. طبعا احنا جدا مستمتعين في هذا اللقاء معك، كل الشكر لك الكاتبة ليلى يوسف على وجودك يعني، وعلى حب الوطن ونشر حب الوطن والانتماء، وان شاء الله دوم حب الوطن موجود عندك وعند كل المواطنين يا رب. انا اقول اللهم احفظ الكويت الحبيبة الغالية، ارض العز والخير والجمال والعطاء، والصباح الحبيب المفدى ونوافة الامين وشعبها الاصيل، وكل من يعيش على هالارض الطيبة من كل مكروه، اللهم امين. امين يا رب. وكل الشكر على الدعوة الكريمة والاستضافة اللطيفة. كل الشكر ليلى لك على كلامك الجميل وعلى وجودك معنا اليوم. مشاهدينا اكيد مستمرين معاكم، خلينا نروح حق هالفاصل ونرجع لكم.